يعطيك العافية دكتور. ابن مريض بدي أعطيه إبرة مضاد حيوي عشان يطيب وأخلص من المرض بسرعة. هاي من أكثر الجمل المستفزة اللي نشوفها. أهلا وسهلا، اليوم راح نتكلم عن موضوع المضادات الحيوية. إحنا حاليا فصل الشتاء، أكثر فصل فيه الأمراض، خصوصا الجهاز التنفسي سواء كان العلوي أو السفلي، وعندنا طبعا فيروسات وعندنا بكتيريا. طبعا كل مرض لازم يمر في فترة الحضانة الكاملة، مثل ما تعودنا من وإحنا صغار. أي واحد بمرض أو بتبلش عليه أعراض الإنفلونزا، أعراض حرارة، أعراض رشح، مباشرة بروح على الصيدلية وبأخذ أي مضاد حيوي بلاقي بوجهه. لازم نعرف أنه المضادات الحيوية هي مواد كيميائية صنعت خصيصا للتخلص والقضاء على البكتيريا، وكل نوع من البكتيريا له مضاد حيوي خاص فيه. الخلاصة يعني أنه المضاد الحيوي ما راح يجاوب مع البكتيريا، يعني أنت قاعد بتاخذ الدواء على الفاضي. كثرة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية راح يؤدي إلى مشاكل كثيرة، ومن أهمها أنه البكتيريا بتعمل مقاومة للمضاد الحيوي، يعني راح يبطل المضاد الحيوي فعال للتخلص من البكتيريا في حالات الالتهابات. وهذا الشيء من أكثر الأشياء اللي نشوفها بالمستشفيات وإحنا نعاني منها ونتغلب فيها. نصيحة ورجاء حار من كل واحد، أول ما تجيك أعراض الإنفلونزا أو الرشح البسيط أو الحرارة البسيطة أو صداع، لا تأخذ مضاد حيوي ولا تركض على الصيدلية وتجيب مضاد حيوي. لازم تركض على الطبيب، هو اللي يقرر سواء كان هذا الالتهاب فيروس أو بكتيريا، وهو اللي يقرر يعطيك المضاد الحيوي أم لا. بعينك الله، لما تمرض زور الطبيب، خليه هو يكشف عليك ويقرر سواء كنت تحتاج مضاد حيوي أو لا. وكلنا نعرف من أيام الكوفيد 19 إنه التهاب الفيروس ما بحتاج معاي إلا فيتامينز وإلا علاج للأعراض. فرضا إذا إجتك حرارة بتأخذ خافض حرارة، إجتك قحة بتأخذ دواء قحة فقط لا غير، ما بنحتاج أي شيء. شكرا لكم، بيتكم عامر.